بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نشرح المحاضرة الثانية من محاضرات البريس، اللي هي المحاضرة الثانية من محاضرات دكتور مهند الشلون. محاضرتنا هاي أيضا راح ناخذ الأوبجكتيف مات المحاضرة اللي راح تحكي عليها المحاضرة مالتنا. يقول محاضرتنا راح ناخذ الباثولوجيس مالت البريس، البريزنتيشن اند مانجمنت اوف بيناين بريس باثولوجي. بعد ايش ناخذ؟ راح ناخذ الدفرنشيت بتوين نورمال والديسوردر اند ديزيز بريست اند ذير مانجمنت. اوكي، طبعا هذا ماتشنج، هذني الام سي كيوات، يعني ماتشنج وهذن الاسئله سؤالين، لازم هذن السؤالين نختار الجواب المناسب لهن من هذول. زين، فان شاء الله بس تخلص المحاضره انا احلهن ويعني اخذ لهن سكرين وادزهن بالقناه. زين، نبدا محاضرتنا. يقول ابريشنز اوف نورمال ديفلوبمنت اند انفيوليشن. شنو هذا المصطلح؟ يقول the basic principle underlining the operation of normal development and ovulation. بس نريد نعرف هذا المصطلح اللي هو اختصاره AND-I، راح أنا ألفظه دائما بحسب خلال محاضرتي، راح ألفظه AND-I. هذا اختصاره، هذا راح يشمل لي ثلاث مصطلحات، راح يشمل لي الأمراض اللي تصير بالبريس، بس يعني كمعلومة مختصرة عن هذا الشيء، الأمراض اللي تصير بالبريس البناين ركزوا وياي، البناين راح تكون تحت مصطلح اللي هو هذا، اللي هو الـ operations of normal development and ovulation، اللي هي تشمل لي ثلاث مصطلحات، هي تعتبر بناين طبعا، ثلاث مصطلحات اللي هي normal, disorder and disease. وهسه راح نجي نعرف كل وحدة من هذني شنو. النورمال يعني ال شو اسمه، يعني البريست مو كلش حالته، يعني الديزيز الصاير بي مو كلش اوفر مثل ما نقدر، يعني من اسمه نورمال. الحالة الاخطر من عدة اللي هي الديسوردر، واللي اخطر من النورمال والديسوردر اثنينات اللي هي من هي اللي هي الديزيز، هاي اخطر شيء، يعني اكثر شيء سيفير. هسه راح نجي ناخذهم بالتفصيل، بس اللي نعرف انه هذا المصطلح اللي هو الابريشن اوف نورمال ديفلوبمنت اند انفيوليشن، هي يقصد بها البناين بريست ديسوردر اند ديزيز، هي يعني البناين الامراض اللي تصير بالبريست اللي شو تكون اما نورمال اور ديسوردر اور ديزيز. زين، يقول benign breast disorder and disease are related to normal process of reproductive life and ovulation. يقول طبعا الامراض اللي تصير بالبريست خلال شو وقت، خلال فتره الريبرودكتيف اللي هي تحت عباره شنو، اللي هي قلنا عليها normal development and ovulation او سميناها بالاندي. يقول there is a spectrum of breast condition that range from normal disorder to disease. يقول هو هذا المصطلح، هذا المصطلح اللي قلنا قسموه الى ثلاث تصنيفات، الى ثلاث classification، اللي هي اما يكون normal او يكون disorder breast condition، يعني حالة breast condition، اما تكون normal او disorder او disease اللي هي اخطر شيء. زين، يقول هذا الاندي اندي كلاسيفيكيشن انكومباسز ار اسبيكت اوف ذا بريست كونديشن، حسب حاله البريست، حسب الفيميل مثلا، حسب عمرها وكذلك حسب البريست مالتها، يعني وضعها، هل هو يعني الاندي مالته هل هو كلاس يعني نورمال لو ديسوردر لو ديزيز. فهو الاندي بثلاث تصنيفات او ثلاث تقسيمات، هي كلها بناين، هي كلها تعتبر بناين، بس اكو واحد يعني واحد اخطر من الثاني. مثلا هسه النورمال لا مو هذا مو خطر، الدور ورا شنو الديسوردر اخطر، يعني الدور يجي بعده الديزيز اللي هو اخطر شيء. اوكي، هاي صنفوهم تبع شنو الريبرودكتيف لايف، يعني العمر مالت الفيميل اللي قادره انه ريبرودكتيف، اللي تتكاثر، يعني انه القادره على التناسل، وكذلك على وضع البريست. اوكي، فقسموها الى ثلاث تصنيفات هاي الاندي. شنو هذول التصنيفات؟ مثل ما قلنا اندي سبيكترام فروم نورمال، قسموها الى نورمال، قسموها الى مايلد ابنورماليتي او يسموها بالديسوردر، ويقسموها الى التقسيم الثالث اللي هو الاخطر، اللي هو سموها سيفير ابنورماليتي، واللي سموها بمن بالديزيز.
زين راح نجي للاندي. هسه راح نجي للتصنيفات واحده واحده. يقول اندي كلاسيفيكيشن اوف بيناين بريز ديسوردر اللي هي قسموها مثل ما قلنا نورمال ديسوردر ديزيز، بعد ما يعني يحتاج انه اعيد كل ساعه اقول ايش قسموها يعني 100,000 مره عدتها. فهسه اول شيء يقول اذا مثلا هسه اني قاعده بالبرايفت كلينيك واجتني فت فيميل هي عمرها تقريبا 15 الى 25 years، يعني ايرلي ريبرودكت، هذه ايرلي ريبرودكت اوكي. فاجيت اعطتني الاعراض مالتها، يعني شفتها اني عندها لوبولار ديفلوبمنت، عندها سترومال ديفلوبمنت، عندها نيبل افيرجن. يعني شنو نيبل افيرجن؟ يعني مالتها النيبل طالعه شويه يعني بارزه كلش، نيبل افيرجن اوكي. اللوبولار مالتها متضخمه، سترومال ديفلوبمنت، هذه شنو اخليها من يا صنف وهي عمرها من 15 ل 25 اخليها من صنف النورمال، اقلها انت الاندي ماتش نورمال اوكي. زين اذا لا والله اجت وهي عمرها هذا واجت عندها فايبرو ادينوما، او يعني هي شوفوا هي مثلا كانت عندها نورمال بس هي ما كانت حاسه فتحولت الى فايبرو ادينوما، وهذه سترومال ديفلوبمنت صارت اكثر تضخما، نسميها ادل ساوند هايبرتروفي. النبل تحولت من كانت انفيرجن صارت انفيرجن، يعني دخلت لجوا صارت انسايد. من اشوف عندها هاي الاعراض يعني هي من نورمال تحولت الى ديسوردر، فاقلها هاي انت حالتك الاندي ماتش ديسوردر الكلاسيفيكيشن اوكي. زين اذا اجتني هي عمرها اوكي 15 25 سنه يعني بين هذه الاعمار، وعدها جينت فايبرو ادينوما، يعني شنو اكثر حالتها اكثر من الديسوردر، يعني ديسوردر تحول الى ديزيز اللي هي تعتبر يعني السيفير الحاله السيفير، صار عندها جينت فايبرو ادينوما، صار عندها جاجنيتو ماستيا، عندها السب ارولر ابسس يعني المنطقه اللي داير ما داير النبل تطلع ابسس فتخراجات يطلع من عندها، بعد الميموري داكت فيستولا صاير عندها، هاي اقلها انت ديزيز الاندي ماتش ديزيز اوكي الكلاسيفيكيشن. زين اذا لا والله اجتني وهي عمرها 25 يعني بين 25 بين 40 سنه نسميها لتر ريبرودكتيف ييرز اوكي، واجتني عندها cyclical change of menstruation يعني تغيرات ما منتظمة عندها المنستريشن مالتها، عندها epithelial hyperplasia of pregnancy يعني الابيثيليا مالت البريس مالتها كلش متضخمة، شلون الوحدة يعني بريجننت هي طبعا الفيميال البريجننت البريس مالتها يتضخم لان يعني نتيجة هرمونات وهذه الامور فيتضخم، يعني هاك الشيء فيسيولوجي. بس هنا عندها حالة باثولوجي هاي اللي هي مو بريجننسي بس هي شلون البريجننسي، الابيثيليا مالت البريس مالتها صايره هايبر بلاجيا مثل البريجننسي اوكي. هاي شنو اقلها انت عندي نورمال اندي اوكي. اذا كانت هي عمرها من 25 الى 40 يعني بين هاي الاعمار وجتي عندها سايكليكال ماستوليجيا، شنو يعني سايكليكال ماستوليجيا؟ يعني عندها الم قوي خلال المنسترال سايكل اوكي. وشنو عندها؟ عندها نودولاريتي، عندها بلاد نيبل ديسشارج يعني النيبل مالتها ديسشارج يطلع يعني يكون لونه بلادي دموي، هاي اقول لها انت ديسوردر الاندي ماتش. اذا لا والله اجتني وهي يعني عمرها هذا وقالت لي يعني انكاباسيتيتنج ماستوليجيا يعني المها كل الشديد ما تقدر تتحملها، فهاي الحالة أنا راح أتدخل جراحيا حتى نعالجها لأن الأمر هنا ديزيز، يعني قلها الكلاسيفيكيشن ماتش ديزيز أندي، فبهاي الحالة إحنا نتدخل. زين هسا نجي إذا أجتي عمرها من 35 إلى 55، هذه شو نسميها؟ نسميها إنفيوليشن أوكي. هنا اللوبيولار مالتها يصير إنفيوليشن، يعني هيك شلون الضامرة يعني مضمرة مضمحلة نقدر نقول، الدكت همات يعني اذا اشوف الدكت مالتها صار بيها انفيوليشن، صار عندها دايليتيشن باللاكتف الراس، صار عندها يعني دايليتيشن، بعد صار عندها مثل سكلروسز تصلب، صار عندها ابيثيليال ترينوفر يعني الابيثيليا مالتها تحولت يعني من نسيج الى نسيج ثاني اوكي، يعني الى نوع ثاني تحولت. هذا شنو اقلها؟ قلت نورمال الاندي ماتش الكلاسيفيكيشن الاندي ماتش نورمال. اذا لا والله قالت لي يعني انا شفتها عندها ماكروسايتس
وسيكلورايزنج ليجن عندها داكت اكتيزيا. داكت اكتيزيا صار عندها يعني نتيجة هي الدايليتيشن. شنو اللاكتيفيرس؟ مثل ما قلنا اللاكتيفيرس داكت يصير بها دايليتيشن. بالحالة الديسوردر يعني هي نورمال كانت الدور تأخرت ما عالجت نفسها ما راجعت إنما تحولت إلى ديسوردر. يعني شنو؟ يعني الدايليتيشن تحول إلى داكت اكتيزيا. هنا أنا بالداكت اكتيزيا كلش راح تتضخم اللاكتيفيرس فيسموها داكت اكتيزيا. هذه تعتبر ديسوردر اوكي. والنبل ايش يصير؟ النبل ريتراكشن كلش يعني هيك شلون ينشد ينسحب لجوا. الابيثيليال هايبر بليجيا اوكي. بعد اقلها اذا شفت هاي الاعراض عندها اقلها انت ديسوردر عندي زين. اذا يعني اوكي هي كانت نورمال وكانت ديسوردر وما راجعت وما عالجت نفسها راح يتحول الامر المن من ديسوردر الى ديزيز. بالديزيز الدكتس اكتيزيا انا ما عالجت الامر هذا ايش راح اسوي؟ راح تؤدي الى التهابات. التهابات بالقنوات او بالانابيب الموجوده اسفل النبل. من تلتهب هذه القنوات او الاقنيه او التيوب اللي موجوده اسفل النبل نسميها بالبري دكتال ماستيتس. هاي شو وقت صارت؟ لان اني ما عالجتها هي ما راجعت يعني داركنا الوضع من البدايه فتحولت الدكت اكتيزيا المن طول يعني هذا الالتهاب عندها فصوى عندها بري دكتال ماستيتس زين. بعد يصير عندها ايضا ابيثيليال هايبر بليجيا وذ اتيبيا يعني يكون الهايبر بليجيا والابيثيليا مالتها غير نمطي يعني مو منظم غير مرتب اوكي زين. شنو الباثولوجي فيتشر اوف اندي؟ يعني شنو؟ يعني طبعا اكو فرق بين الكلينيكال فيتشر وبين الباثولوجي. يعني هسه الباثولوجيكال الاندي بيها اعراض حسب تصنيفاتها اللي هي كلاسيفيكيشن نورمال اذا كانت او ديسوردر بها اعراض معينه وحسب العمر. الديزيز ايضا بها اعراض معينه وحسب عمر كل فيميال. هذني اعراض كلينيكال اوكي كلينيكال سبتوم. الباثولوجيك مثلا هي عندها اندي ايش راح يصير عندها اضافه الى الاندي؟ اكو امراض ثانيه تصير وياه احتمال يسوي امراض ثانيه مثلا احتمال يسوي سيست فورميشن بالبريست هيك شلون الكيست يتكون بالبريس. سوى احتمال فايبروسيس بالبريس. سوى هايبر بليجيا. سوى بابلوما ماتوسيس. شنو البابلوما ماتوسيس؟ اللي هي تو بروجكشن هاي يطلع شلون فد بروز من الديرمال مال بابلي اوكي فد بروز غير طبيعي يطلع فنسميها البابلوما ماتوسيس زين. clinical feature of Andy هذا clinical feature مثلا قبل شوية اخذنا الباثولوجي هذه الباثولوجي وهذه الكلاسيفيكيشن مالتها حسب النورمال والديسوردر والديزيز قسمناها او هسه راح نجي المال للكلينيكال فيتشر. يقول احتمال انه يصير عندها بالبريست لامبنس يعني فد ورمه او الم بس الم يعني بدون لابنس اوكي pain without لابنس هاي شو نسميها ماستالجيا or both او لا اثنيناتهم pain and lumpness. بعد or area discard lump يعني المنطقة بها شون هيك شون فتشي ورمة هيك صلبة cyst or fibroadenoma لان احنا قلنا هو الاندي يسوي امراض ثانية pathology يعني يسوي شغلات ثانية مثل احتمال يسوي cyst fibroadenoma ذا قبل شوي قلناها نعم cyst formation fibrosis اوكي. اهم ميزة لهذا الاندي هذا الامراض شو يقول characteristic before menstrual بيرويد lumpness and tenderness increase قبل المنسترال يعني قبل المنسترال سايكل بفترة معينة راح يزداد عندها الالم كلش التندرنس يزداد اللامبنس الورمة تكبر تزداد بحجمها هاي شو وقت قبل فترة المنسترال بيرويد هاي كعلامة تدلي انه هذا عندها اندي اوكي احد الكلاسيفيكيشن مات الاندي زين. يقول the aim to exclude cancer once that have been done treatment any remaining septum يقول احنا بعد ما استبعدنا الكانسر من البريس انه هي ما عندها كانسر عن طريق الترابل تيست اللي هن ذنيتش ذكرناهن بالمحاضرة السابقة نسويهن ونستبعد الكانسر انه بعد ما كله يعني طلع نيجاتيف نيجاتيف نستبعد انه عندها كانسر
نعالج الديزيز او السبتوم اللي صاير بالبريس مالتها. شنو هو هذا السبتوم؟ شنو هذا المرض اللي صاير بالبريس مالتها؟ ننطيها فد علاج مناسب خاص به. يعني هالعبارة مو كلش مهمة. زين هسه راح نجي للسايكليكال ماستالجيا. شنو معنى سايكليكال ماستالجيا؟ هي يعني ألم الثدي الدوري. يعني شنو؟ يقول treatment of breast pain، العلاجات البريست بين. مثلا نستبعد الكانسر، يعني هي مو يعني ما عندها كانسر بالبريست مالتها، مو يعني انه والله عندها كانسر وصار عندها الم وها، لا لا هسه هنا ما عندها هي كانسر، بس عندها فد ديزيز معين مسوي لها فد فد بين بالبريست مالتها. شلون انا اعالج هذا البين بالبريست؟ اول شيء بعد ما سوينا مثلا الترابل تيست التحاليل وشفنا الاعراض مالتها وهذه الامور، شفناها والله هي ما عندها كانسر، فاول شيء نسوي لها ريأشور، نطمنها. اوكي نطمنها، نقول لها من خلال شنو؟ يوز بين شارت، من خلال يعني نستخدم المخططات. اف ان شور از سايكليك اور نون سايكليكال also always time ري اشورنس تو بيكوم اكتيف. يعني بعد ما استبعدنا انه هي عندها كانسر نشوف الشارت الخاصه بالبين، يعني سواء كان هذا البين سايكليكال او نون سايكليكال، انا شنو اطمنها، اعطيها حافز يعني معنوي هذه الامور. زين بعد شنو؟ ادكويت سبورت، اعطيها فد مقويات او محفزات او نصائح هيك ننصحها. مثلا اقول لها فيرم برا، استخدم فيرم برا خلال النهار والسوفتر برا خلال النايت. اوكي بعد اكسليوت كافيين، اقلها ابتعدي عن الكافيين اذا تشربين كافي او هذه الامور، يعني ابتعدي ولو هي مو كلش يعني ذات فعاليه، بس يعني لا ضير. حتى هو دا يقول هنا هي وركر فور سام، يعني هي يعني اوكي مفيده للبعض انه اقلهم ابتعد عن الكافيين، بس يقول هي نوت فيري افكشس از اذر براكتس، يعني مو فعاله. اكو ناس لا يعني يبتعدون عن الكافيين لكن بعدهم عندهم آلام، يعني الفيميل عندها آلام، يعني مو كلش. اكو ناس يفيدهم اكو ناس لا، يعني ما يسوي لهم شيء هذا الكافيين. زين الكونسيدر ميديكيشن من الناحيه العلاجيه، هذا البين اللي بالبرايس شلون اعالجه من الناحيه الطبيه. ايفنينج برايم روز اويل، اعطيها زيت يسموه زيت زهره الربيع، نعطيه اياه. هذا طبعا اكثر شيء اذا كان عندها البين breast pain over 40 years old women over 40 years old، هذا اكثر فعاليه مما اذا كانت younger women. او ننصحها انه تاخذ دنازول بجرعه 100 ملغ، اوكي 100 of ملغ 3 times a day، يوميا اقلها تاخذين 3 مرات، كل مره يعني جرعه 100 ملغ. اوكي طبعا اول شيء شلون نبدا وياها الجرعات؟ اقلها start at 100 milligram per day and increase، ويعني اقلها اول شيء اول يوم اخذي فد جرعه واحده، ثاني يوم زيد الجرعه يعني جرعتين، ثالث يوم خليها ثلاث جرعات وهكذا. تاخذ اول شيء يعني 100 ملغرام يوميا، الدور بعدها and increase تبدا تزيد بالجرعه. يقول هو silly don't use these days، مو كلش يستخدمونه هذه الايام. التاموكسيفين هذا طبعا اخذناه بالفارما محاضرات دكتوره رسل، الكل يتذكره اكيد. التاموكسيفين not listened for the indication but actually very helpful، هو يعني ما مرخص، يعني ما مسموح انه الصيدليات تستخدمه، ما اعرف ليش. بس هو شنو اذا نعطيك علاج هيك حالات يعني breast pain كلش فعال كلش يساعد، بس هو ما مسموح به اكيد اكو اسباب. زين يقول for non-cyclical mastalgia it is important to exclude etc. memory causes such as chest wall pain tinnitus syndrome. يقول إذا كان هذا الألم مو دوري يعني non-cyclic وشنو نستبعد etc. memory، يعني نستبعد مثلا أنه هو كان الألم non-cyclic malgesia أو mastalgia، اذا كان هيك الم نستبعد انه اكو خلل يعني بالصدر مالته، يعني بالصدر مالته يعني مو يعني البريست
مو يعني الخلل هنا عندنا بالبريس مو من التشيس وال مالتها، يعني مو جهاز تنفسي وهذه الامور وما اعرف شنو الام بصير عندها، لا لا هذا نون سايكليك. النون سايكليك الالم يكون مرتبط بالبريس، امور البريس وهذه الامور، لان التشيس وال اغلب الاحيان يكون سايكليك يعني البين. زين هسه نجي للفايبرو ادينوما. الفايبرو ادينوما هو بناين، age is usually 15 to 25 years old. أكثر شيء يصير بهاي الأعمار. It is usually presented with the mass. حجمها هاي الماس الفايبرو أدينوما 2 إلى 5 سنتيمتر. محاطة بكبسول، defined كبسول. موبايل، تكون free موبايل، كلش تتحرك يعني من تلزمها هيك تروح منها وتجي منها، ما تسيطر عليها. Not attached to skin or chest wall. ما متصلة لا بسكن ولا بتشست wall، لأن هي قلنا موبايل مو متحركة. Not tender. ماكو يعني ما تحس اكو بين او تندر، ما تحس بهذا الشيء. زين تريتمنت شلون اعالجها؟ طبعا اول شيء first ensure to not malignant by fine needle aspiration cell. طبعا بعد ما نسوي هذا التيست اللي اخذناه بالمحاضره السابقه fine needle aspiration اللي هو من خلال ابره وبالبريست نضربها نسحب فت خلايا من خلالها، هذه راح اشخص هل هو بناين او مالجنت. بعد ما شخصته وطلع انه هو بناين مو مالجنت، شنو اسوي لهاي فايبرو ادينوما؟ اشيلها، ريموف ات سيرجيكالي، اشيلها ازيلها جراحيا. زين هسه عندنا النبل ديسشارج. عندنا النبل ديسشارج افرازات النبل، طبعا انواع. طبعا النبل ديسشارج راح يكون من ثلاث مناطق. اولا اما ديسشارج فروم ذا سيرفيس، يعني راح الديسشارج يكون من السيرفيس مالت النبل من السطح مالت النبل، او لا الديسشارج فروم سنجل داكت، يعني راح يطلع الديسشارج من سنجل داكت، او لا والله يكون الديسشارج فروم مور ذان وان داكت. اوكي هسه راح نجي للديسشارج فروم ذا سيرفيس. شنو سببها؟ احتمال هي عندها بيج ديزيز. طبعا البيج ديزيز هسه راح نجي ناخذ شنو هذا، هي عبارة عن خلايا، نوع من الخلايا بدل التهابات معينة يعني. هسه راح نجي ناخذه. عندها بيج ديزيز اوكي، فسوت عندها ديسشارج، يعني قامت النبل تطلع السيرفيس مات النبل يطلع ديسشارج. او عندها سكن ديزيز، اذا عندها سكن ديزيز سواء كان اكزيما او سوريسيس يعني صدفية، ايضا يصير عندها ديسشارج فروم سيرفيس اوف نبل. اذا ايضا عندها، وهي تعتبر رير يعني، اذا عندها فالتقرحات بالبريس مالتها بالنبل يعني كانكر يعني تقرحات، ايضا تصير تطلع السيرفيس مالت النبل يطلع ديسشارج. زين النقطه الثانيه اللي هي ديسشارج فروم سنجل داكت، هنا طبعا راح يكون عندي نوعين، اما يكون الديسشارج مالتها يكون بلاد او يكون سيرس. اذا بلاد، اذا شفت الديسشارج مالتها بلاد او من دكت وحده، اول ما يجي يخطر على بالي اقول لها انت عندك انترا دكت بابلوما. اوكي وبعدين اذا يعني اكتشفنا انها مو انترا دكت بابلوما، ارجح احتمال انه هي عندها انترا دكت كارسينوما، او سبب هذا الديسشارج البلادي اللي من سنجل دكت احتمال يكون دكت اكتيزيا. والدكت اكتيزيا هسه راح نجي نعرف شنو معناها، اللي هي دكت اكتيزيا اللي هي قبل شويه ذكرتها، هي يصير توسع باللاكتيفرس دكت قنوات مات الحليب، باللاكتيفرس يصير اكو توسع دايليتيشن اوف لاكتيفرس دكت. زين السراس، اذا هي كانت الافرازات من سنجل دكت وهذا الافرازات الديسشارج لونه سراس مو بلادي، فأنا شنو أرجح؟ احتمال عندها هي فايبروسيستيك ديزيز أو دكت اكتيزيا أو عندها كارسينوما. اوكي إذا كانت ديسشارج مو من دكت وحدة، لا from more than one ducts، أكثر من دكت، هذا أيضا احتمال إذا يعني أكثر من دكت وحدة وشفت اللون مات هذا الديسشارج بلادي، فهذه أرجحها احتمال كارسينوما أو اكتيزيا أو فايبروسيستيك ديزيز. إذا لا والله كان هذا الديسشارج من اكثر من دكت بس لونه بلاك اور جرين، اقول لها هذه دكت اكتيزيا عندك يعني دايليتيشن باللاكتوسفيرس دكت. اوكي اذا لا والله شفته بيورلنت هذه الديسشارج مالتها، اقول لها هذا انفكشن، يعني موضوع بسيط. اذا سرس لا، عندك فايبروسيستيك ديزيز او دكت اكتيزيا او كارسينوما. اذا كان ميلك
يعني عادي هو يعني لاكتيشن يعني حليب هو عادي يعني احتمال انه تترضعين لاكتيشن او امور ثانيه مثلا عندها وهي تعتبر ريرر يعني نادره اللي هي ريرر كاز مثل عندها اختلالات بالهاي يعني عندها هايبوثايرويدزم بالثايرويد جلاند او بتيوتري عندها بتيوتري تيومر احتمال وهي تعتبر هاي ريرر يعني اوكي هسه اتمنى يعني فهمنا النبل ديسشارج شلون يعني يكون هسه هذه بيها كيس كلش مهم وملاحظة حلوة تفيدنا يقول إذا شفنا إذا أجتني بيشنتس وشفت الديسشارج مالتها من سينجل داكتس وكان سبونتينوس يعني شنو سبونتينوس يعني بدون ما أعصر النبل مالتها ويطلع ديسشارج لا هي من وحدها تفرز بدون ما أعصرها أني أوكي سبونتينوس وكان يونيلاترال يعني بجهة واحدة أما ليفت أو رايت وكان الستيند مات بلاد يعني اللون مات أما بلاد أو كلير أو سرس وهي عمرها أكثر من 40 أو أكو ماس شفت عدها ماس هذا شنو أقل لها أقل لها ترى يا بأتي هذا مالجنسي أوكي هذا الكانسر مالجنسي شنو تحتاج لازم أشيله and need ablation لازم نشيله زين treatment شلون نعالج يعني طريقة العلاج طبعا treatment must firstly by exclude carcinoma أول شيء إحنا لازم نستبعد الكارسينوما بعد ما سويت لها تحاليل وإجراءات وما أدري شنو عرفت إنه هي ما عندها كانسر طيب شلون بعد يعني ما سوينا blood test وcytology هاي مات الخلايا عن طريق الفاين needle aspiration cyst أو cell عرفنا هذه الأمور من خلال يعني هذه التحاليل عرفنا انه هي ما عندها كارسينوما شو يقول سمبل ريكورنس او سمبل ريسورنس may then be sufficient but discharge is approving antler apple and operation to remove affected duct or duct can be performed micro ductectomy يعني شنو يعني اذا الديسشارج مالتها ما تقدر السيطرة عليها يعني اكو بكميات كثيرة كلش ما تقدر تسيطر عليها هذا شنو اسوي لازم اشيله الدكت اللي متاثره لازم نسوي ريموف ذا افكتد دكت شنو نسمي العمليه اللي يعني ازاله الاستئصال للدكت نسميها مايكرو ديكتكتومي اوكي زين اكو شيء ثاني تريتمنت ثاني طريقه تريتمنت ثاني يقول كون اكسيجن of the major duct او نسميها بالافتر هاد فيلد او نسميها بالسوبرا اورورال ريستكتد هاي شنو يقول when duct of origin of nipple bleeding is uncertain or when there is a bleeding or discharge from multiple duct the entire major duct system can excise for histological examination without scarfness of breast form يعني اذا انت ما تعرف مكان الدكت اللي قاعد تطلع هذا الديسشارج او يعني ملتيبل دكت يعني دكت متعدده تطلع هذا الديسشارج مو بس دكت وحده فاحنا بهاي الحاله شو نسوي نسوي فتشي نسميه الهارد فيلد او الهافتر هارد فيلد سيرجري هذا استئصال لهذه الدكتات كلها اوكي لان اني يعني ما جاي اعرف ما متاكد يا دكت بالضبط اللي دا تطلع هيك الديسشارج فاضطر الى هذا الاجراء او اذا كانت ملتيبل دكت تسوي لهذا الشيء يعني ديسشارج دا تطلع لي يعني دا يطلع الديسشارج من ملتيبل دكت مو بس من وحده فاضطر انه اسوي شنو هاد فيلد هذا الاستئصال للدكتات ويقول يعني ما راح اسوي سكار فيس اوف ذا بريست يعني ما راح اضر ما اسوي تشوه بالبريست بس شنو انصح الفيميل اللي هاي اقلها ترى بعد ما تقدرين ترضعين ما يصير يعني عندك لاكتيشن ما تقدرين تسوين فايتال وارن بيشنت ذا شي ويل بي انابل بريست فيد افتر ذس ماي اكسبرس يعني بعد هذا الاجراء الفيميل ما راح تقدر تسوي بريست فيدنج زين ان نبل ريتراكشن عندي نوعين طبعا اول واحد اللي هو تقريبا يكون بسيط يعني سهل نسميه سمبل ريتراكشن اوكي اكثر شيء يصير بالبيوبرتي لكن الخطير اللي هو نسميه ريسنت نبل ريتراكشن حتى هو يعني حاطين بين اقواس سسبيشنز او سسبيشس يعني مريب خطير هذا يصير باللتر لتر لايف اوكي
زين اللي نجي اول شيء نعرف شنو السمبل نبل ريتراكشن. طبعا اسبابه غير معروفه انون ايتولوجي، لكن قد تكون اسبابه ات ميك از بروبلم وذ ذا بريست فيدينج. اول شيء مشكله بالبريست فيدينج، يعني هي بالرضاعه مالتها اكو بالبريست فيدينج فد خلل، انفكشن اكو فد يعني صار عندها انفكشن بالبريست، اور سبيشلي ديورينج لاكتيشن ديو تو ريتينشن اوف سيكريشن، مثلا يصير ارتجاع لللاكتيشن. مثلا هاي شفتي يصير مثلا الطفل البيبي مثلا مو يرضع، فهو يعني وقف عن الرضاعة، وقف ايش راح يصير؟ الحليب هو بعد دا يطلع، يعني يريد من اللاكتيفيراز داك للأمبولة الدور للنبول، هو قطع، فهو ايش راح يصير؟ راح يرجع من النبول للأمبولة الدور يرجع لللاكتيفيراز. فهذا ايضا احد اسباب السمبل نبول ريتراكشن. اوكي زين شلون اعالجه؟ usually unnecessary، يعني مو كلش ضروري علاجه، لان هو اصلا وحده من وحده يروح correct itself. اوكي او مرات يسوون يعني اذا اضطر الامر يعني يسوي simple cosmetic surgery، عمليات تجميليه، بس هاي يعني احتمال شو تسوي من تسويها؟ تسوي شيء ثاني، مثلا احتمال damage the duct، تضرب الدكت تضرها. اوكي زين هسه نجي لل recent retraction of the nipple. It is serous pathology condition، مثل ما قلنا هو serous. occur later in life، بيصير يعني بأعمار يعني بالفيميال اللي يكونون كبار بالعمر. شنو أسبابه؟ أسبابه هي duct ectasia، توسع كل شيء يصير باللاكتيفيراس duct ويسوي لهذا الديزيز، أو chronic predical mastasis اللي هي قبل شوية قلناها هي التهابات تصير نتيجة انه أنا ما عالجت الفيميل اللي عندها داكت اكتيزيا، فيصير عندها التهابات بالتيوب اللي صايرة اسفل النبل، فتنتج لي حالة البريديكال ماستيسيس. فهاي الحالة من الصير احتمال تسوي لي ريسينت ريتراكشن اوف ذا نبل. اوكي يقول السيركمفريشنال ريتراكشن وذ اور وذاوت اندرلاينج لامب مي ويل انديكيت ان اندرلاينج كارسينوما. هذا الريتراكشن يقول سواء كان بي لامب، يعني سواء كانت اكو ورمة او ماكو ورمة، اكو لامب او ماكو لامب، هذه راح يعني اعراضها وتكون مشابهة للكارسينوما، محاكية للكارسينوما. اوكي زين هسه راح نجي للدكت اكتيزيا. مثل ما قلت قبل شوية الدكت اكتيزيا هي dilatation of lactiferous duct، توسع بالقنوات او بالاقنيه مالت اللاكتيفيراز مالت الحليب، with or without preductal inflammation، سواء كانت وياها preductal inflammation او ما وياها يعني preductal inflammation. ومثل ما قلنا مرات شو تسوي هذه اذا ما عالجنا الحاله الدكت اكتيزيا؟ احتمال تسوي لي preductal mastitis. اوكي واكثر شيء هي هاي الدكت اكتيزيا شائع عند المور كمان ان سموكرز، يعني الفيميل اللي يكونن سموكرز. زين شنو الباثولوجي؟ مثل ما قلنا هي dilatation of duct، يعني بعد ما يصير dilatation of duct راح يصير is followed by filling of duct with the brown or green fluid. هذه الدكتات راح تكون مملوءة، مو هي متوسعة، فراح تنملي بفلويد يكون لونه brown or green، وهذا الفلويد المن يروح راح يروح للنبل. اوكي يعني ينفرز من النبل يطلع لي لونه اما براون او جرين. زين ذيس فلويد ستيمولييت ذا انفلامتوري رياكشن اند ليد بريدكتال ماستيسيس. يقول هذا الفلويد اللي لونه جرين او براون من يتجمع بهاي الاقنيه شو يسوي؟ يسوي لي يعني محط، يكون مقر للالتهابات اللي تصير احتمال بالبرس، وحتى احتمال يؤدي للمن مثل ما قلنا الى بريدكتال ماستيسيس. اوكي لان شلون هيك يصير مكان تحب البكتيريا وهذه الامور، فيصير يعني هيك يجذب. زين فيسوي انفكشن. زين if not check at this stage it can also lead to abscess or mammary duct fistula formation. اذا انا ما عالجت هذا الديزيز ايش راح يؤدي الامر؟ راح يسوي الابسس، فتخراجات تقوم تطلع، حتى احتمال شو يسوي؟ mammary duct fistula formation. اوكي زين
Chronic mastitis can lead fibrosis and result in recent onset nipple retraction. يقول هذا الكرونيك ماستيسيس يسوي شو يسوي؟ يسوي فايبروسيس، وحتى بالاخير شو يسوي؟ يسوي الريسيانت اونست نيبل ريتراكشن. صار عنده هذه الحاله واللي قلنا هي حاله تعتبر خطيره، اوكي؟ مثل ما قلنا قبل شوي هنا احد اعراض هذه، وقلنا قبل شوي احد اسباب الريسيانت ريتراكشن هي اللي هي كرونيك بريديكال، كيف هي تسويها؟ هنا جاي راجع مكرر هذه المعلومه. Then, this chronic mastitis and associated mast can mimic carcinoma. يقول هذه الكرونيك ماستيسيس كلش تحاكي الكارسينوما، يعني تشبه الكارسينوما. زين شنو الاعراض الكلينيكال فيتشر مالت الدكتيزيا؟ اول شيء يصير عندها نيبل ديسشارج، ثاني شيء يصير عندها ميموري دكت فيستولا، يعني شلون ناسور هيك فتحه، يصير عندها او شلون هيك يعني فتشي طالع نسميها نيبل يعني ميموري دكت فيستولا. abscess are يعني فتح خراجات، nipple retraction النبل تكون مسحوبة، هذه هي أعراض ال شو اسمه ال duct ectasia. زين شلون نعالج هذه الدكت ectasia؟ أنا أريد أعالجها، شلون أعالجها؟ يقول عن تعطيها antibiotic. antibiotic are started once diagnosis established. the most أكثر antibiotic نستخدمها بعلاج الدكت ectasia هي الكوأموكسيكلاف or الفلوكلوكسيسيلين and الميترندازول، اوكي؟ هذول ثلاثتهم اللي هو الكو اموكسيكلاف اور الفلوكلوكسيسيلين والميترندازول. وكذلك بالاضافة الى هذه الانتي بودي او الانتي بايوتيك نقول لها سيزيشن اوف سموكينج، قطع التدخين، اوكي؟ لان احنا قلنا هذا الدكت اكتيزي اكثر شيء وين يصير؟ كمان بالسموكر. بعد نسوي لها اذا تحتاج الهارت فيلد اوبريشن لازم اسوي لها، يعني اشيل الدكتات، اوكي؟ او نسميها قلنا راديكال دكت اكسيجن از اوبريشن اوف تشوز، يعني هاي تكون اختياريه هذه العمليه، اذا تحتاجها اسوي لها. زين ريكيرنت بريدكتال ماستيسيس از كولد زاسكاس ديزيز. هذا الريكيرنت بريدكتال ماستيسيس، هذا البريدكتال ماستيسيس اللي صار نتيجه انه اني ما عالجت الدكت اكتيزيا صارت عندها ريكيرنت بريدكتال ماستيسيس اللي شو نسميها لها اسم ثاني زاسكاس ديزيز. هذه شلون اعالجها؟ يقول مانجمنت از وذ انسجن، يعني عمليات وهذا واعالجها، او درينج سحب اسحبها، او انتي بايوتيك ننطيها، او ونقول لها كذلك سيزيشن اوف سموكينج، قطعي التدخين، لان احنا قلنا سيزيشن اوف سموكينج اكثر شيء يعني الفيميل اللي السموكر اكثر شيء راح يصير عندها دكت اكتيزيا. انا من ما اعالج هذا الدكت اكتيزيا اللي هو عباره عن دايليتيشن اوف لاكتيفيروس دكت، ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي عندها زاكس ديزيز، او نسميه بالبريدكتال ماستيسيس. فهذا البريدكتال ماستيسيس صار نتيجه الدكت اكتيزيا اللي هو لان هي تدخن، فاني لازم هم اقللها بهذا العلاج لهذا الديزيز اللي صار نتيجه الدكت اكتيزيا، اقللها هم هذا قطعه التدخين. زين هسه حاحكي لي عن البيج ديزيز اللي قبل شويه ذكرناه بدايه المحاضره، وقلت لكم هسه شويه ويعني نوضحها. البيج ديزيز هو فالديزيز يصير بالنبل، اوكي؟ يعني بالجلد، بالكيوتينس، بالجلد مات النبل، وهو يعتبر مالجنسي طبعا، سواء يعني كان انفيزيف اور سيتيو دكتال ليجن، يعني سواء كان مخترق الدكت كلش متغلغل بيها او لا، فد ليجن سطحي بالدكت، هذا البيج ديزيز فهو يكون مالجنسي. زين هذا البيج يصير يونيلاترال، يونيلاترال مو بايلاترال. اذا شفناه بايلاترال فهذا تكون اكزيمايتس، يعني مو بيج ديزيز، لا يعني اكزيما صاير عندها، اوكي؟ وهذا ال شو اسمه البيج ديزيز احتمال يعني اذا ما عالجناها شو يصير؟ احتمال تتقرح المنطقه، يصير اسريتد ويبنج ليجن، تتقرح. ذا اندرلاينج ليجن ماي بالبيبل اور نون بالبيبل. اما الليجن اما اقدر اتلمسه يعني او لا ما احسه، اما يعني احسه او نون بالبيبل. طبعا هذه بعض الصور توضح لي التقرحات يعني بس للاطلاع. هنا الباثولوجي مالت البيج ديزيز اللي هي جاي واصف لي المرض شلون يصير عن طريق السيل، نسميها البيج سيل اللي هي راح تكون شنو وصفها، شلون نوصفها؟ اللي هي تكون لارج سيل بيل ستينينج، تكون شاحبه، بها نواه مدوره او مستديره راوند النيوكلاي، لارج النيوكلولي يعني النويه مالتها تكون كبيره. زين هاي الوصف مالتها. زين شلون
أميز هل هذه أكزيما لو هذه بيجت سيال يعني بيجت ديزيز. مثل ما قلنا الأكزيما يصير بايلاترال بينما ذاك يصير يونيلاترال. هنا أنا بالأكزيما no underlying lump is present in أكزيما، ماكو لام ماكو فديتش ورمة أو شي، لا بس هيك أكزيما هناك لا أكو. هنا أنا يقول superficial spreading، زين شلون أفرق هذه يعني superficial spreading ميلانوما، يعني شلون أفرق إنه هذه الميلانوما صايرة بسبب إنه بيجت سيال لو الميلانوما صايرة بسبب إنه يعني الديزيز اللي صاير بالبرس إنه صاير بسبب ميلانوما. يعني مثلاً للبيجت البيجت ديزيز راح نشوف أكو فد أنتيجين اللي هو نسميه كارسينو إمبريوجينيك أنتيجين، اللي هو شنو اختصاره هذا CEA كارسينوجينيك كارسينو إمبريوجينيك أنتيجين. إذا شفناه عالي، إذا شفناه عالي فهذا بيجت ديزيز. وإذا ميلانوما شلون أفرق يعني بين الميلانوما وبين البيجت ديزيز؟ إذا ميلانوما لا، الميلانوما ما راح أشوف الكارسينو إمبريوجينيك أنتيجين عالي، لا راح نشوف أكو عامل اللي هو الأس 100 اس 100 راح يكون بها بوزيتيف. بالميلانوما راح نشوف هذا العامل اللي هو اس 100 بالسيرم الليفل مالته راح يكون عالي، بينما بالبيج ديزيز لا راح نشوف هذا الانتيجين اللي هو سميناه كارسينوجينيك او كارسينو امبريوجينيك انتيجين اللي هو اختصاره CEA راح يكون عالي بالسيرم. زين المانجمنت شلون اني اعالج البيجت ديزيز؟ اول شيء الماموغرام ناخذ نسوي الترا ساوند جراف بايوبسي حتى نتاكد نعرف انه هذا مو يعني مو كارسينوما. الدوش نسوي لها سمبل ماستكتومي. اوكي فارذر مانجمنت ديبند اون هيستوباثولوجي ريبورت، يعني هو العلاج يعتمد على التقرير اللي تاخذه من ابو الهيستو هيستوباثولوجي، يعني شنو طلع لك بالتقرير انت تسوي. اوكي زين هاي الكي بوينت اهم يعني النقاط اللي موجوده بمحاضرتنا اللي هي يقول البناين بريست ديزيز از كومن ان تي ان وومن ايج 20 تو 40 اند كفر وايد سبيكترم اوف كونديشنز. يعني هذا البناين بريست اكثر شيء هو راح يصير بالنساء بالفيميل اللي اعمارهم من 20 الى 40 سنه ويكون واسع، يعني واسع كلش البناين wide spectrum of condition، يعني كثير حالات عندها benign breast disease. اوكي زين supportive diagnosis انا شلون اشخص، يعني احنا طبعا تشخيصات قلناها بالمحاضرة السابقة شلون اشخص اقدر اشخص الامراض مالت البريست. يقول supportive diagnostic tool من خلال ادوات انا استخدمها for ovulation breast lesion including اللي هي شنية اول وحدة الماموغرافي، ثاني وحدة الألترا ساوند أخذناهن بالمحاضرة السابقة كلهن ذني، والأم أر آي والفاين نيدل أسبيريشن والكور نيدل بايوبسي كلهن أخذناهن وشرحناهن وحدة وحدة بالمحاضرة السابقة. لهنا انتهت المحاضرة، أتمنى شرح واضح، مع السلامة.